أعزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا للصف الثاني قسم الزخرفة والإعلان والديكور بمنظومة الجدارات. إن شاء الله في الحلقة دي هنكمل إيه هي باقي المعدات اللي إحنا بنستخدمها في دهانات على الدهانات الشفافة على الأخشاب. إحنا بناخد الوحدة الثالثة، إحنا في بداية الترم، فإحنا بناخد الوحدة الخامسة اللي هي الدهانات الشفافة، تعتبر أول وحدة في الترم الثاني. أخدنا 4 وحدات في الترم الأول، دي الوحدة الخامسة اللي هي أول وحدة في الترم الثاني، الدهانات الشفافة على الأخشاب أو دهان الأخشاب بالدهانات الشفافة. أخذنا الحلقة اللي فاتت إيه هي المعدات اللي إحنا بنستخدمها، اتكلمنا عن الصنفرة بنجيبها منين، بنعملها إزاي، بنصنعها من الورق أو من القماش، بتبقى عليها الرملة، حبيبات الرملة اللي هي الكربراندوم، دي بتبقى اللي هي اكسيد السيليكون او الكربراندوم او الالومنيوم، دي بتبقى ايه الصنفره، وبتختلف حبيباتها ومقاساتها. اتكلمنا عن الازميل ومقاساته وشكله، السنبك، المبارد، اتكلمنا عن الشاكوش، المنشار، اتكلمنا على الضواغط الهوائيه. عرفنا ان الضواغط الهوائيه ديت اللي هي الجهاز اللي هو بيضغط بيسحب الهواء جواه، فبيقل حجم الهواء وبيزيد ضغطه، فلما بنيجي نوصل بيه جهاز الرش الهوائي اللي هو مسدس الرش الهوائي، بيبتدي يندفع الهواء اللي هو مضغوط جوه الكمبريسور او جوه الضواغط الهوائيه، بيندفع بقوه معينه لان الهواء بيبقى مضغوط جوه الجهاز، فبيندفع بقوه معينه، فبالتالي بيدفع لي الدهان على سطح الخشب. مسدس الرش عندي ليه شكلين، يا اما الوعاء بيبقى من اعلى مسدس الرش او بيبقى من اسفل. لو الوعاء الدهان بيبقى اعلى مسدس الرش، ده بيبتدي الدهان بينزل لي في المسدس او بيطلع من المسدس عن طريق الجاذبيه، ان الدهان من فوق فبينزل لحد ما يطلع من فوق واحد مسدس. طب لو الوعاء من الاسفل فبيبقى عن طريق الشفط، بيشفط عشان يطلع لي الدهان على سطح الخشب. وهنحكي او هنتكلم عن طريقة الدهان، انا بستخدم مسدس الرش ازاي، في قواعد في استعمال مسدس الرش، انا لازم تبقى في مسافة بين مسدس الرش وبين السطح اللي انا بدهنه، الاتجاه لازم ما يبقاش لا مايل لفوق ولا مايل لتحت ولا مايل في الجنب كده او الجنب كده، لازم بيبقى عمودي على السطح. طريقة الرش ما بتبقاش طريقة دورانية، بتبقى ايه طريقة ثابتة، ما بديش بطريقة دورانية، خطواتي ما بتكونش دورانية. هنتكلم على الحاجات دي ايه فيما بعد. فنشوف مع بعض كده شكل مسدس الرش. انا عندي مسدس الرش اشكاله، ده الكمبريسور اللي احنا قلنا بيضغط الهواء جواه، شوف شكل الكمبريسور، بيضغط الهواء، فالهواء بيزداد حجمه، بيقل حجمه وبيزداد الضغط. طيب مسدسات الرش اللي احنا بنستخدمها عندنا في الدهان دي بتختلف على الأسطح المختلفة، حيث تعمل بنظرية تحويل الدهان الشفاف على هيئة رذاذ بيلتصق بالسطح بواسطة الهواء المضغوط. انا المسدس الرش دوت للدهانات الشفافه بستعمله ازاي، بنستخدم عن طريق ان احنا الدهان دوت بيبتدي يتحول لرذاذ، يجي على سطح الخشب، يلتصق على سطح الخشب، بيجف عن طريق الهواء، هو بيروح لسطح الخشب عن طريق الهواء المضغوط اللي احنا قلنا بيبقى في ضواغط الهواء او في الكمبريسور، وبعد كده بيجف ازاي الدهان بتعرضه للهواء بيبتدي يجف. ايه انواع، في انواع مختلفه واشكال واحجام عديده. في نوع بيكون اللي هو زي ما احنا قلنا مسدس الوعاء بيكون من فوق، ده اللي اسمه ايروجراف، ده بيكون عن طريق الجاذبيه، الدهان بينزل عن طريق الجاذبيه، او اللي هو وعاء الدهان من اسفل، ده اسمه ديفليبس، بيبقى عن طريق الشفط، الدهان بيطلع لي عن طريق الشفط، ودي اشكاله. ده وعاء من فوق فبيبتدي الدهان ينسحب عن طريق الجاذبية، وده الدهان بينسحب للمسدس أو فوهة الرش عن طريق الشفط. طيب مسدس الرش بيتكون من ايه؟ دي مكونات مسدس الرش، بيتكون من فوهة مسدس، زناد المسدس، فتحة لدخول الهواء المضغوط، دي اللي متوصلة بضوابط الهواء،
فاتحة لدخول مزيج الدهان، اللي هو زي ما قلنا الدهان بيبقى يا اما من فوق الوعاء او من تحت، ففي فتحة يا اما الفتحة من فوق او من تحت، فدي ايه لدخول مزيج الدهان. صمام التحكم في الهواء المضغوط، الصمام ده على اساس انا عايزة اطلع الدهان بتاعي بقوة وهطلع كميات كتيرة ولا هطلع حاجات خفيفة، فايه بتحكم بالصمام دوت في ايه الهواء المضغوط بطلعه ازاي. صمام التحكم في مزيج الدهان، يبقى بتحكم في الهواء وبتحكم في الدهان اللي نازل. صمام تعديل الرش، يشوف شكله ده شكل مسدس او شكل من اشكال مسدس الرش، دي فوهة المسدس اهي، ده الزناد اللي هو زناد المسدس اللي بدوس عليه يبتدي ايه يطلع لي نسبة، بعدل الرش من هنا، اعدل من هنا عشان لما ادوس على مسدس الرش على الزناد يطلع لي الدهان من فوهة المسدس. دي فتحة دخول مزيج الدهان اللي هي بتبقى من اعلى، او في نوع مسدسات تاني بتبقى من اسفل، قلنا من اعلى اللي هي عن طريق الدهان بينزل لي في فوهة المسدس عن طريق الجاذبية، من اسفل بيبقى عن طريق الشفط. دي فتحة دخول الهواء المضغوط، وده صمام التحكم في الهواء المضغوط، بتحكم في دخول في الهواء المضغوط اللي هو داخل بقوة ازاي من الصمام ده، وده الخرطوم اللي هو الفتحة اللي بيتوصل بيها الخرطوم اللي بتتوصل بضواغط الهواء او الكمبريسور. ده صمام تعديل الرش اللي هو بعدل الرش، ان هو اشوف طريقة الرش هتبقى عبارة عن رذاذ، عبارة عن تنزل لي زي سائل كده تيجي ايه بقوة او خفيف، ده صمام التحكم في مزيج الدهان اللي هو هينزل من فوهة او من الوعاء اللي محطوط في الفوهة الدهان. ده شكل مسدس الرش، سهل وما فيهوش اي ايه تفاصيل قوي، تفاصيله بسيطة. طيب نشوف الطريقة العلمية الصحيحة عند استخدام مسدسات الرش، اتكلمنا فيها من شوية. أول حاجة يراعى أن يكون البعد بين فوهة مسدس الرش والسطح ثابت، بتكون ومناسب من 8 ل 6 بوصة، يعني إيه من 6 ل 8 بوصة، يعني إيه المسافة بين فوهة المسدس وبين السطح اللي أنا هرش عليه لازم تكون ثابتة، ما أجيش أنا أقرب في الحتة دي وهبعد في الحتة دي عشان يبقى اللون كله مساوي لبعضه، بتكون المساحة المناسبة من 6 بوصة ل 8 بوصة. بنحرك المسدس في اتجاه واحد موازي للسطح، مش محركة دائرية، أنا موازية لسطح الخشب أو السطح اللي بدهنه، بتكون في اتجاه واحد بمشي بمسدس الرش، يعني أنا بمشي من الشمال لليمين وبعد كده أجي تاني أرجع للشمال وأمشي من الشمال لليمين وأرجع تاني، ما بخدهاش بحركة دائرية وأقعد رايحة جاية عشان تيجي الدهان متساوي وايه متناسق مع بعضه. ان يكون المسدس عمودي على السطح وليس مائل لاسفل او لاعلى، يعني مش هتخليه مائل لاسفل او لاعلى، بيكون عمودي على السطح اللي انا هدهنه. يجب ان تكون سرعة الرش موحدة وبالتتابع لتغطية الرشة السابقة، انا وانا برش لازم تكون الرشة، يعني انا رشيت اروح واخدة اللي وراها على طول عشان ما تجفش جزئية والتانية تبقى لسه طرية ما جفتش، فعشان نغطي الرشة السابقة وهي لسه طرية نروح حاطين الرشة التانية فوقيها على طول، فلازم تكون سرعة الرش وتكون موحدة وبالتتابع. ده شكل الأخطاء أو الحاجة الصح اللي أنا بعملها في الرش، شايفين كده اتجاه الرش مايل، قال لك غلط، اتجاه الرش مايل لأعلى برضو غلط، يبقى إيه العمودي هو الصح. هنا وانا برش بخليش، يعني اخلي الرشة بتاعتي ماشية في اتجاه سطح الخشب، ما مشيش بحركة دائرية، وبحاول شايفين المسدس ودايس على الزناد والدهان طالع من فوهة المسدس، وادي الوعاء ده من فوق بيدوس على الزناد هنا، وادي ده الخرطوم او فتحة دخول الهواء المضغوط، دي فتحة دخول الملونات او الرش دهان الرش، ده شكل المسدس كده ايه مبسط. وطريقة الرش بتكون طريقة عمودية ومتتابعة على سطح اللي أنا بدهنه أو برشه. طيب طريقة التنظيف، بنظف إزاي أجهزة الرش، تنظيف أجهزة الرش وصيانتها والحفاظ عليها وتخزينها، من أهم الأمور الضرورية تنظيف أجهزة الرش. طب أنا لو ما نظفتهاش إيه اللي هيحصل؟ الدهان هينشف جوه المسدس أو جوه الوعاء، هيجي على فوهة المسدس ولاقي الدهان نشف هيتسد فوهة المسدس، يبقى لازم انظف اجهزة الرش بتاع اللي انا بستخدمها،
عشان الدهان او اللي انا بستخدمه ما يجفش ويبتدي ايه كده، خلاص هضيع عليا المسدس دوت، هبوظه وهتلفه كده. يبقى من اهم الامور الضرورية تنظيف اجهزة الرش بعد استخدامها مباشرة حتى لا تتلف. بينظف بنوع معين من المذيب، بنظف جهاز الرش دوت او المسدس ده بنوع من المذيب الخاص بالدهان. انا بدهن بنوع دهان معين، هنضف بمذيب معين ليه، مش كل الدهانات ليها نفس المذيبات بتاعتها. يبقى انا عندي زي النفط للورنيشات الزيتيه، والسنساتيك والتينر للورنيشات السيلوزيه والسيلولوزيه والسيليكونيه. يبقى كل دهان ليه المذيب اللي بيدوب الدهان دوت، تمام. ما استعملش حاجه مكان حاجه، يعني مش هينفع السنسيتك او التينر مع المذيبات او الورنيشات الزيتيه. فايه النفط مش هينفع مع السيلولوزيه او السيليكونيه. يبقى انا ايه استعمل المذيب اللي هو خاص بالدهان اللي هو مستعملته في جهاز الرش ده. تنظيف اوعيه الرش والخراطيم وصيانه هذه المعدات والاجهزه عن طريق تزييت وتشحيم اجزاء المسدس الداخليه. بعد ما بنضف المسدس ابتدي اعمل تزييت وتشحيم ليه. انا ايه اللي بيتوسخ عندي في المسدس ده؟ الوعاء اللي بحط فيه الدهان، وبينزل عن طريق فتحة الدهان وايه بيطلع من فوهة المسدس. ده الجزء اللي ايه بيوصله الدهان وبيحتاج لتنظيف. فالجزء ده بنضفه بالمذيب اللي يخص بيه، وبعد كده ابتدي اعمل تزييت وتشحيم لاجزاء المسدس، ان كان مثلا الزينات بتاع المسدس، فتح دخول الهواء، فتح دخول الدهان نفسه. كل الحاجات دي اعمل لها تزييت وتشحيم عشان احافظ على الاجهزه بتاعتي سليمه، واحفظها في مخازن جافه مجهزه لحين استخدامها فيما بعد. صيانه المعدات والادوات المستخدمه في تطبيق الدهانات الشفافه على الاخشاب. الدهانات اللي انا المعدات اللي انا بستخدمها لازم اعمل لها صيانه. اول حاجه تغسل جميع الادوات والمعدات عقب كل استخدام باحد المذيبات زي الكيروسين او النفط او التينر. استعملت فرش بنضفها، لازم اغسلها. استعملت سكينه معجون اغسلها بالمذيب اللي انا استعملت الدهان، المذيب اللي ينفع مع الدهان اللي انا استعملته. ابتدي اغسل الفرش، اغسل سكين المعجون، اغسل المفكات، اغسل الكمبريسور او مش الكمبريسور، اغسل مسدس الرش، اغسل اي معده او اداه استخدمتها باحد المذيبات اللي تمشي معاها، تمام. الفرش والامشاط بتمسح اشعارها بالزيت للحفاظ على مرونه الشعر. بعد ما بنضفها وبغسلها عشان ما تجفش وتبقى خشنه بعد كده، بايه بمسحها، بمسح اشعارها بالزيت. بينظف اناء الازابه للغيره اللي هي الغرايه، بننظفها والورنيشات الشفافه من حين لاخر لازاله البقايا العالقه، وبتغسل بالماء وتحفظ نظيفه وجافه. دي طرق التنظيف. بنسن اسلحه الازاميل والفارات بحجر الزيت، وتحفظ داخل ادراج او دواليب بعد تشحيمها حتى لا تصدأ. يبقى انا بعد ما بستعمل الازميل او الفاره السلاح بتاعه، ابتدي ايه بالزيت وانضفه، اسنه بحجر الزيت، وبعد كده احفظه داخل درج او دواليب معينه بعد ما بديله حته شحم عليه عشان ما يصديش، وايه احفظه لحد استخدامه فيما بعد. بتعلق خراطيم الدهان والضواغط والهواء الخاصه اللي هي الضواغط الهوائيه او الخاصه بمسدسات الرش بدون عقد، ما ببرمهاش كده وعقدها واربطها في بعضها وابتدي ايه اروح حطها معلقاها، لا تتعلق، بيبقى لها في حاجه تعليقه او معلقه معينه كده، وابتدي اروح معلق خرطوم الكمبريسور او خرطوم مسدس الرش، تعلق بطريقه معينه عشان ما يبقاش فيه تعقيده تكسر الخرطوم وبعد كده بص الاقي الخرطوم اتخرم واجي ارش، طبعا ايه الهواء مش هيطلع لي، فبالتالي مش هعرف ان انا اشتغل او مش هعرف ان انا اطلع الهواء او اطلع الدهان بتاعي، الهواء مش واصل، فبالتالي الدهان مش هيطلع من فوهة الانبوبة بطريقة منظمة لو حصل اي خدش او اي ثقوب في خرطوم الهواء. طيب ايه تاني؟ دي اشكال للاوعية، اوعية الورنيشات الشفافة.
وده سن أسلحة المعدات المستخدمة، بيسن السلاح أهو، سواء المبارد أو الأزميل أو الصنبك، بنسن الأسلحة بتاعته عشان نحفظه. ودي الغراية الكهربية، بننظفها ومن حين لآخر نشيل أي إضافات أو أي حاجة عالقة فيها عشان نحافظ عليها. طيب أنا دلوقتي عايزين نعرف أنواع الأخشاب الصالحة للدهانات الشفافة. عندنا أنواع دهانات كتيرة، أنواع أخشاب كتيرة، في عندي خشب العزيزي وخشب الموسكي وخشب الزان وخشب الأرو وخشب البي دي إف وخشب، أخشاب كتيرة وأنواع كتيرة. أنا هاخد إيه في أنواع الأخشاب، هتعرف على إيه فيها، الأخشاب دي بصنعها منين، بستخدمها في إيه، مميزاتها وصفاتها، هنتكلم عن كل خشب لوحده. نشوف الخشب العزيزي. الخشب العزيزي لونه ابيض، بيميل للاصفرار او البني الفاتح في بعض الانواع، يعني بيكون لونه يا اما اصفر، يعني هو ابيض بس ساعات بيميل للاصفرار او البني الفاتح في بعض الانواع. الخصائص بتاعته ايه؟ بيكون مقاومته عالية للرطوبة والماء، تماسك جيد للمسامير، يعني لما بندق فيه مسامير المسامير بتتماسك فيه جيد، بتتماسك فيه كويس، استجابة جيدة للدهان، يبقى بيمسك المسامير كويس، لما بندهنه بيتمسك بالدهان كويس، مش بيطرد الدهان ولا بيبوظه، بيحتاج للصنفرة الجيدة، يعني بتبقى فيه تجاعيد زيادة أو العقد، فإيه بنحتاج صنفرة جيدة ومعالجة العقد لمنع الإفرازات الراتنجية. احنا اتكلمنا عن العقد، العقد اللي هي عند بنعالجها ازاي، عارفين شكل العقد الأول اللي في الخشب، العقد اللي هي بتبقى فيه حاجات كده مدورة بلون أغمق من لون الخشب. طب دي بعالجها ازاي العقد دي؟ في عندي كذا طريقة لمعالجة العقد. أول طريقة بعملها بعصير الثوم، بجيب عصير الثوم واحطه على العقدة، دي بتكوي العقد. طب انا بكوي العقد ليه ولا بعالجها ليه؟ بعالجها من ايه العقد؟ بعالج العقد من الافرازات الراتنجية، الافرازات الراتنجية اللي بتفرزها اللي هي اللون الابيض اللي بيطلع من النباتات دوت، الافرازات الراتنجيه ديت اللي بتفرزها العقد دي بتاثر لي على الدهان، فانا بالتالي ممكن تطرد الدهان بعد ما ادهنه، تبوظ لي شكل السطح الخشبي اللي انا دهنته، فانا لازم اعمل معالجه للعقد الاول قبل ما ابتدي ادهن. بعملها بمحلول بعصير الثوم، عصير الثوم بيقضي على الافرازات الراتنجيه، فما بتطلعش افرازات راتنجيه، ما بتاثرليش على الدهان. طب ايه تاني غير الافرازات الراتنجيه؟ محلول الجمالكه، يبقى يا اما سوري، ايه غير عصير الثوم؟ يبقى يا اما عصير الثوم او محلول الجمالكه. بعالج العقد بطريقتين، يا اما هي بكذا طريقه، طريقتين منهم، يا اما بعصير الثوم او محلول الجمالكه. طب ايه الطريقه الثالثه؟ الطريقه الثالثه ان انا بعمل ازاله للعقده دي خالص، انا بشيلها مكانها. طب بعد ما بزيل العقده بسيب مكانها مجوف كده ما بعالجوش؟ لا، بنعالجه ازاي؟ بجيب قطعه من الخشب بنفس حجم العقده اللي انا شلتها وبنفس سماره لون الخشب واحطها مكان الخشب. طب احطها حط كده واسيبها؟ لا، بلزقها بالغيره وابتدي اثبتها بالغيره، فكده ثبت قطعه خشب ما بتعمليش افرازات راتنجيه. ما انت هتقولي طب ما كانت موجوده العقده انا بشيلها واقعد احط مكانها حته خشب، ما انا بشيلها عشان العقده دي بتطلع لي افرازات راتنجيه بتاثر لي على الدهان، فانا بزيلها وبجيب حته خشب عاديه، حته الخشب العاديه دي ما بتاثرش، ما بتفرزش افرازات راتنجيه، فبالتالي ما بتاثرليش على الدهان، فبشيل العقده ازاله واحط حته خشب مكانها بنفس حجم العقده وبنفس لون سماره الخشب، الزقها بالغيره وابتدي بعد كده ادي الصنفره والمعجون. طب ايه طريقه رابعه؟ ان انا في حاجه زي ستيكر او شريحه بتلزق، شريحه لاصقه بتبقى خفيفه جدا معدنيه زي الستيكر كده، بجيبها الزقها على العقده، يبقى كده انا منعت العقده خالص ان هي تطلع لي اي افرازات راتنجيه. يبقى عرفنا اربع طرق لمعالجه العقد. يبقى احنا ايه؟ بنعالج العقد، بنساوي سطح الخشب، بعد كده نبتدي بقى في الخطوات اللي هي الدهان، بنعمل معجون مش عارف ايه، ده لو هندهن دهانات زيتيه، لكن الدهانات الشفافه هنتكلم على خطواتها ايه. طيب بتحتاج للصنفره الجيده ومعالجه العقد لمنع الافرازات الراتنجيه. بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في الاساس وفي الابواب وفي الشبابيك. وده شكل ايه؟ الخشب العزيزي شكله بيبقى بالشكل دوت، يا اما لونه ابيض او مائل للاصفرار او البني الفاتح، ده شكل الخشب العزيزي. طيب ناخد خشب الزان. خشب الزان بيبقى لونه ابيض بيميل للاحمرار، نشوف شكل الخشب العزيزي. خشب العزيزي شكله اهو ابيض او اصفر
او مائل للاصفرار او بني فاتح. الخشب الزان بيبقى اللون ابيض بيميل للاحمرار، ده الخشب الزان، في بيبقى زان فاتح شوية وفي زان مائل للاحمرار. الخصائص بيبقى قوي التحمل، قدرة سريعة على فقد الرطوبة، بيبقى ليه قدرة سريعة قوي على فقد الرطوبة، بيبقى قوي وثقيل ومقاوم للكسر. بيبقى خشب الزان احنا كلنا عارفين ان الخشب الزان بيبقى تقيل قوي وبيبقى جامد، حتى لو جينا ندق فيه مسمار يقول لك اصل ده زان، المسمار ما بيدخلش فيه، فمش اي مسامير بتدخل في الخشب الزان لانه بيبقى خشب صلب جدا. فانا يعني مثلا نقول لك لا ده الخشب الزان ده ندق فيه مسمار صلب، ما ينفعش المسامير العادية، خشب الزان معروف ان هو قوي ومتين وبيبقى تقيل، لونه بيبقى فاتح شوية او مائل للاحمرار، في خشب زان بيبقى محمر شوية، بيتحمل اي صدمات، ممتص لاي صدمات، مش زي الخشب الابيض والخشب الابلكاش والحاجات دي اللي ممكن ايه اي خبطة تروح مأثرة عليه اي حاجة، لا الخشب الزان بيبقى ايه بيمتص اي صدمات ومقاوم لاي ايه صدمات. من اكثر الاخشاب الصلبة استخداما في مصر، ثمنه طبعا غالي جدا، هو بيستخدم كتير في مصر وثمنه غالي، بيبقى سعره عالي جدا. طب بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه برضو في الاساس وفي ايه الارضيات والابواب الخشبيه، يبقى بنستعمل خشب الزان في الاساس وفي الارضيات والابواب والايه الابواب والحجرات والارضيات الخشبيه. ده شكل خشب الزان، شايفين لونه محمر ازاي، ده شجره بتاعه، ده الشجر بتاع الزان، وده الخشب اللي هو بيبقى لونه محمر شوية أو مائل للإحمرار. طيب في إيه خشب تاني عندي؟ خشب القرو. خشب القرو بيبقى أبيض مائل للإحمرار أو أبيض مائل للإصفرار، بيبقى فيه إيه لونين، يا أبيض مائل للإحمرار يا أبيض مائل للإصفرار. طب إيه الخصائص بتاعته؟ بيبقى شكله جميل، جمال الشكل، استجابة جيدة للدهان، بيستجيب الدهان استجابة ايه كويسة، بحيث لما ندهن بيتقبل الدهان كويس، صلابة ومتانة عالية، غالي الثمن، مقاوم، مقاومة جيدة للكسر. في مميزات خشب الزان، مقاومة عالية للاحتكاك، بعض الأنواع بها نسبة رطوبة، يعني في بعض انواع من خشب القرو بيبقى فيها نسبه رطوبه، بستعمله في ايه خشب الزان؟ بيستعمل في قطع الاساس برضو والمطابخ والارضيات وقشره الاخشاب، اللي هي القشره اللي انا ايه بلزقها على الابواب او بلزقها على الترابيزات. ده شكل خشب القرو اللي هو يا اما مائل للاصفرار او مائل للاحمرار، ده شكل خشب القرو. الخشب الموسكي، خشب الموسكي بيبقى ايه لونه ابيض يميل للاصفرار. الخصائص بتاعته وزنه خفيف شويه مش تقيل زي خشب القرو او خشب الزان، سعره رخيص، الموسكي بيبقى سعره رخيص. الصلابة فيه صلابة ومتانة، متوفر بشدة وسهل التشكيل والتصنيع، ما طالما خفيف وكده بيبقى ايه سهل التشكيل والتصنيع فيه سهل. كثير العقد، في عقد كتيرة قوي، جيد التشرب للدهان، بنستخدمه في ايه؟ في اعمال نجارة العمارة، الابواب والشبابيك، يبقى معظم الابواب والشبابيك بتكون من خشب الموسكي. شايفين كمية العقد اللي فيه، يعني حتة خشبة صغيرة بس اهي فيها عقدة اتنين، حتة خشبة شوف العقد جنب بعضها، فما بالك بلوح كبير بقى هيبقى ايه العقد فيها قد ايه، فهو ايه كثير العقد وبيبقى خفيف الوزن وسهل التشكيل. خشب الابلكاش، خشب الابلكاش ده من النوع، نوع من الخشب بيتكون من عدة طبقات، يعني هو عبارة عن قطع عدة طبقات خشبية ملتصقة فوق بعضها، بيعتبر أقوى من الخشب العادي، بيصنع من لصق عدد فردي من طبقات الخشب، يعني هو مش عدد زوجي، لا عدد فردي من طبقات الخشب بتتلزق فوق بعضها بالغيرة، بيتم ترتيبها بحيث يكون اتجاه العروق في كل طبقة متعامدة على اتجاه العروق في الطبقة اللي قبلها، يعني في عروق بالطول اتجاه العروق فيها بالطول، الطبقة اللي فوقيها تبقى عرض، الطبقة اللي بعدها بالطول، الطبقة اللي بعدها عرض، بحيث ان ايه يحصل. طب انا ليه بحط اتجاه الطبقات كده متعامدة ومختلفة؟ عشان يبقى في متانة في الخشب دوت، بتتلزق طبقات الخشب بيكون عددها فردي، يا 3 طبقات يا 5 طبقات 7 طبقات على حسب انا هعمل كام طبقة، تتلزق بالغيرة بحيث تديني طبقة
قوية أو خشب قوي بيكون ملتصق في بعضه اللي هو الأبلاكاش، بيكون اتجاه العروق في كل طبقة متعامدة على اتجاه العروق في الطبقة التي تليها. اللون بيتراوح لونه ما بين الأبيض والأحمر والأصفر، ده خشب الأبلاكاش، أبيض وأحمر وأصفر. الخصائص بتكون ألواح خفيفة الوزن قوية ومتينة، نعومة السطح، السطح بتاعه ناعم، شايفين الورق عاملة زي القشرة، شايفين خفيفة ازاي، بنبتدي الطبقات دي تتلزق فوق بعضها، في منها الأبيض والأصفر والأحمر، دي ألوانها، تتلزق الطبقات فوق بعضها لحد ما نوصل لإيه السمك اللي احنا عايزينه، بتتلزق بإيه بالغراء. مقاوم للانكماش، سهل التشكيل، بنستخدمه في ايه، في تكسية الأسقف والجدران وتجليد الأبواب وقطع الأساس. طيب خشب الـ MDF برضو دوت حاجة احنا بنصنعها، بنجيب برضو أنواع معينة من الأخشاب وتتكبس في بعضها لحد ما تطلع بإيه بالسمك بتاع خشب الـ MDF، عبارة عن خشب طبيعي مفروم مع مواد روتينجية لاصقة. يعني احنا بنجيب الخشب المفروم والمواد الروتنجية اللاصقة، بتكبس في مكابس ميكانيكية تحت ضغوط مختلفة، بتتكبس مع بعضها في درجات حرارة مختلفة، بتخرج على شكل ألواح بسقوف مختلفة، بسموك مختلفة، بتلصق على شكل ألواح بسموك مختلفة. السمك بيختلف، أنا عايز سمك رفيع، سمك أدخن، سمك أدخن، على حسب السمك اللي أنا عايزه. اللون برضو بيبقى مائل للاحمرار او الاصفرار او الابيض، يعني بيكون يا اما ابيض او مائل للاحمرار او الاصفرار والرمادي. خصائصه مقاوم للحرارة، مقاوم للرطوبة، صلب، مقاوم للخدش، سهل التشكيل والدهان. بنستخدمه في ايه خشب الـ MDF؟ بيستخدم في اعداد قطع الاساس التي تتعرض لعوامل جويه صعبه زي المطابخ. يبقى خشب الـ MDF بستعمله في حاجات زي المطابخ. طب ايه العوامل الجويه الصعبه اللي في المطابخ؟ اللي هي ايه، ميه باستمرار متواجده، فده ايه بيتحمل العوامل الجويه الصعبه، فبستعمله في الاماكن دي. ده شكل خشب الـ MDF، لقوا كده خشب عبارة عن خشب مفروم مع مواد روتنجية لاصقة، بتبتدي تتكبس في المكبس وتطلع لي بالسموك ديت. ادي سمك اهو، ده سمك اكبر شوية على حسب السمك اللي انا محتاجه، يا اما اصفر احمر رمادي ابيض. خشب الكونتر، خشب الكونتر ده عبارة عن الواح، الكونتر دي عبارة عن سدايب من الخشب البياض والموسكي. السدايب دي بتتحط سدايب جنب بعضها، بنحط عليها قشرة، يعني بين طبقتين من القشرة، في طبقة قشرة من فوق وطبقة قشرة من تحت، والسدايب في النص، وبتتلزق في بعضها وبتديني خشب أو ألواح خشب الكونتر. اللون بيبقى أبيض مائل للإصفرار. خصائصه بتكون أكثر ثباتا، مقاوم للانحناء، لأن هي عبارة عن سدايب خشبية، فما بيبقاش إيه طري كده بحيث إن هو تلاقيه قوس أو حاجة، بيبقى مقاوم للانحناء. المتانة والصلابة، في متانة وصلابة، بنستخدمه في إيه خشب الكونتر، في الموبيليا، في الأرفف، في الأرضيات. ده شكل خشب الكونتر، عبارة عن سدايب وعليه طبقة قشرة من فوق وطبقة قشرة من تحت وسدايب خشبية في النص. يبقى احنا خدنا انواع الاخشاب. طيب هناخد ايه تاني بعد كده؟ نشوف الغيرة بنحضره ازاي. الغيرة ده عبارة عن ايه اصلا؟ ما الغيرة ده من الخامات اللي انا بستخدمها برضو. احنا خدنا المعدات وخلصناها، بعد ما خلصنا المعدات اتكلمنا عن الاخشاب وانواعها. طيب الغيرة، ايه الغيرة؟ الغيرة ده بيحضر الغيرة من بقايا فضلات جلود وعظام الحيوانات. احنا بناخد الجلد بتاع الحيوانات ونبتدي نعمل له معالجة، الجلد والعظم نعمل له معالجة لحد ما نعمل منه الغيرة ده، اللي هو بيبقى عبارة عن الغيرة الحمص او الغيرة الالواح او الغيرة اللي هو السائل، ماشي. فبيحضر الغيرة من بقايا وفضلات جلود وعظام الحيوانات بعد تكسيرها الى حبيبات صغيرة. بيتأثر الغيرة بالماء والعوامل الجوية وبيقاوم الميكروبات العضوية. يعني احنا لما بنحط المية على الغيرة مع وجود النار او السخونة بيبتدي الغيرة يسيح، يبقى الغيرة بيتأثر بالماء والعوامل الجوية، مية وحرارة، فيبتدي ايه يدوب، لكن بيقاوم الميكروبات العضوية. بيستخدم في لصق قطع الأخشاب وقشرة الأخشاب،
بستعمله في ايه الغيره؟ بلزق بيه الاخشاب، بلزق بيه القشره، بلزق بيه الالواح الخشب، بيدخل في اعداد المعجون، بيدخل في الملونات، بعمل الثقوب ازاي، بيدخل في ان انا اسد بيه الثقوب، اعمل المعجون واسد بيه الثقوب، لازم بيضاف للمعجون عشان انا المعجون بعمل بيه ملء المسام والثقوب، فبالتالي لازم يكون في غيره او ماده لاصقه، فبيستخدم في لصق قطع الأخشاب، قشرة الأخشاب بيدخل في أعداد المعجون الغرائي الملون لسد ثقوب وشقوق الأخشاب عند دهانها بالدهانات الشفافة. في منه عدة أنواع، غير جلود، غير عظام، غير سمك، غير جيلاتيني. دي أنواع الغراء، بيباع في الأسواق على هيئة حبيبات أو ألواح أو جيلاتين. ده شكل الغراء، ده غراء حمص، الاتنين ده غير حمص، في اللي هو على شكل ألواح، في السائل، في الجيلاتيني. دي أشكال للغيرة اللي موجودة ومتوفرة في السوق، بجيبها حطها في الغراية. الغراية عندي اتنين قطعتين وعاءين، في الوعاء الخارجي اللي بحط فيه المية والوعاء الداخلي اللي بحط فيه الغيرة مع نسبة مية بسيطة، بيدوب في المية مع الحرارة اللي موجودة حواليه، فبالتالي قلنا الغيرة بيتأثر بالماء وايه والحراره او الجو، فدرجه الحراره والميه بيأثروا على الغيره، فيبتدي الغيره يسيح يديني ماده بلاستيكيه. ابيض السبيداج او اسمه كربونات الكالسيوم، السبيداج دايما بيبقى ماده باودر ابيض، هو مش باودر، هو كتل صخريه بيضه. طب انا بعمل ايه في الكتل الصخريه دي؟ الكربونات الكالسيوم او السبيداج، بجيب كتل الصخريه بطحنها، اكسرها واطحنها، وبعد كده بنقعها في ميه، بعديها ابتدي اصفيها، بعد ما بتتصفى وادخلها في المدخل اوصل لان انا اوصلها للمسحوق اللي ايه هبتدي استخدمه او الباودر اللي انا بستخدمه. مصدره طبيعي حيث يوجد في الطبيعة على هيئة كتل صخرية بيضاء، تؤخذ وتكسر وتنقع في الماء لتنقى من الشوائب. يبقى انا الاول بكسرها وانقعها في الميه عشان ايه افضيها، اشيل منها الشوائب، بعد كده بصفيها تنخل اجففها، وبعد كده ايه اعمل لها ادخلها بالمدخل. خدنا المدخل وشكل المدخل ايه، بعد كده بتسحق لحد ما اوصلها للمسحوق. فانا بستخدم المدخل في ان انا اوصل لدرجات السبيداج اللي انا محتاجاها، في مسحوق ناعم وفي متوسط النعومه. تمام، بيتحمل العوامل الجويه المختلفه، ضعيف التغطيه عند مزجه بالزيت والورديش، ومتوسط التغطيه عند مزجه بالماء. يبقى لما بمزجه بالميه بيبقى ايه التغطيه فيه كويسه، لكن لما بخلطه او بمزجه بالزيت بيبقى التغطية عنده ضعيفة. بيستخدم السبيداج في اعداد المعجون الغرائي الملون بلون الخشب الخاص بالدهانات الشفافة على الاخشاب، بستعمله وانا بعمل المعجون، وبستعمله وانا بجهز الملونات، الغيرة بستعمله في كل حاجة في الدهانات. ده شكل السبيداج اللي هو بعد ما كسرنا الكتل الصخرية ونقعناها في المية وطلعنا الشوائب وسبناها تجف، وبعد كده طحناها ودخلناها بالمدخل ووصلنا للباودر دوت. الشكل بتاع الباودر ده أبيض السبيداج. الملونات الأكسيدية الشفافة، أنا إيه عندي ملونات، ما أنا هلون الخشب بتاعي بملونات. إيه الملونات الأكسيدية الأكاسيد ديت؟ في ملون مصدره طبيعي بيوجد في الطبيعة على هيئة كتل صخرية ملونة. الكتل الصخرية بعمل فيها زي ما بعمل في السبيداج، بكسرها لقطع وتنقع في المية، بنقعها في المية لحد ما تنقيها من الشوائب، وبعد كده أسيبها تجف، وبعد كده تسحق أطحنها وأعملها في المدخل لحد ما أوصلها للمسحوق لدرجة نعومة معينة. زي إيه؟ مسحوق لونه أصفر غير زاهي، مسحوق متوسط النعومة، ضعيف التغطية والتلوين، يتحمل العوامل الجوية ويمتزج مع جميع السوائل الوسيطة، يستخدم في إعداد معجون التلقيط الملون للأخشاب. أنا بعمل معجون للأخشاب في الأول، بعمل تلقيط. إيه تلقيط دي؟ يعني تلقيط، تلقيط يعني أي، أنا بعمل الأول تجهيز السطح اللي هو بعمل سمبكة لرؤوس المسامير،
بعد ما عملت سباكة لرؤوس المسامير اللي هي أي مسمار بارز عندي بنزله لسطح الخشب، هبتدي أعمل صنفرة. طب أنا لو السطح عندي بتاع الخشب فيه زيادة قوي في التجاعيد اللي فيه، أو السطح غير مستوي، ببتدي بالفارة أو بالمقشطة أزيل سطح الخشب اللي هو غير مستوي، وبعد كده بالصنفرة أنعم الخشب. طب أنا بعد ما عملت سباكة لرؤوس المسامير نزلت تحت سطح الخشب شوية، فكده بقى عندي فيه إيه بعض مسام، غير إن أنا مثلا لو زلت العقد ففي بعض مسام بعد ما زلت العقد، فأي مسام خفيفة بعد ما عملت الصنفرة وسويت سطح الخشب وفي مسام بسيطة في سطح الخشب، هبتدي أعمل له إيه؟ هبتدي أعمل له معجون. المعجون دوت بسد بيه، ألقط يعني هاخد المسام دي والمسام دي والمسام دي، هلقط اعمل حد مع ايه، اعمل تلقيط للايه، للخشب او لسطح الخشب. بعمل التلقيط ده بمعجون، بكون ضايف ليه السبداج والغيرة ونسبة من الملون عشان نخلي تلقيط معجون يكون ملون للاخشاب، بحيث لما ادي طبقة الدهان ما يبقاش المعجون من تحت لونه ابيض، فاي خدش فيه الدهان اللي انا دهنته يبان تحتيه لون ابيض. لا، انا بدي المعجون بيبقى ملون بلون الدهان او لون قريب من لون الدهان. ده شكل الأكاسيد الشفافة ولونات الأكسدية الشفافة، ألوانها مختلفة، بتبقى زي ما قلنا كتل صخرية، والكتل الصخرية دي بنبتدي ننقعها في مية، نكسرها الأول وننقعها في مية، وبعد كده نزيل منها الشوائب، وبعد ما نجف نطحنها وإيه نعملها بالمنخل، وكده جهزناها باودر بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. دي ايه الباودر بتاع الملونات الأكسدية الشفافة اللي ابتدي اجهز بيها لون الدهان اللي انا محتاجه، او اضيف منها نسبة على المعجون عشان اعمل طبقة المعجون او تلقيط المعجون على سطح الخشب. طيب الملونات دي زي ايه عندي؟ زي عندي في حاجة اسمها احمر التراسينا او السينا. الاحمر ده ملون مصدره طبيعي، ده جايبينه من الطبيعة، وجد في الطبيعة على هيئة كتل ملونة تؤخذ وتسحق لمسحوق لونه أحمر مطفي، بنسحقها بتبقى المسحوق ده لونه أحمر مطفي، بتكون درجة النعومة فيه يا إما متوسط النعومة أو ضعيف النعومة، بيكون ضعيف التغطية والتلوين، نعومته تكون متوسطة بيكون ضعيف التغطية والتلوين. ثمنه رخيص، بيمتزج مع الماء والزيت والورديش، بيتحمل العوامل الجوية المختلفة، بنستخدمه في ايه؟ في التلقيط، معجون التلقيط الملون للأخشاب. ده أحمر التراسينا. طيب في الطينات الخام والمحروقة، ايه الطينة الخام وايه الطينة المحروقة؟ الطينة الخام اللي هي الطينة الخام العادية اللي هي مسحوق ناعم لونها بني. ايه الطينة دي؟ الطينة اللي انا بستخدمها في الشغل عندي في الدهانات. طيب ايه الطينة المحروقة؟ اللي هي الطينة الخام باخدها احرقها واطحنها، بحرقها في افران خاصة واطحنها وتبقى دي الطينة المحروقة، مصدرها طبيعي، وهي الطينات الخام مسحوق ناعم لونها بني فاتح. اما الطينات المحروقة بتحضر بحرق الطينات الخام داخل افران خاصة، هي عبارة عن مسحوق ناعم لونها بني غامق، تتحمل العوامل الجوية المختلفة، ضعيفة التغطية والتلوين، بتمتزج مع جميع السوائل الوسيطة. الصبغات عندي بتستخدم الأصباغ في إكساب الأخشاب البيضاء الرخيصة، مصدر يضاهي الأخشاب الثمينة. يعني أنا عندي خشب رخيص الثمن عايز أخليه زي الخشب الغالي، بعمله بصبغات. أنا عندي الخشب الزان ده خشب غالي، وفي خشب الأبلكاش مثلا أرخص شوية، فأنا إيه أبتدي أدهن بالصبغات ديت عشان أديله الشكل دوت، لحد ما اوصله اضاهي الخشب الرخيص، الخشب الابيض الرخيص، اضاهيه بالايه، بالمظهر بتاع الاخشاب الثمينه الفاخره، زي خشب الجوز التركي والمهوجري والابانوس والارو. دي اخشاب ايه؟ من الاخشاب الثمينه، تختلف بتخلف الاصباغ طبعا، تختلف الاصباغ طبعا لنوع الوسيط اللازم لاذابتها. انا هستخدم صبغه معينه، لازم اعرف نوع الوسيط بتاعها ايه، عشان انا ما استخدمش صبغه مع وسيط ما يمشيش معاها او ما يمتزجش معاها، لازم كل صبغه استخدمها تكون مع وسيط يمتزج معاها عشان يحصل لها اذابه. تختلف الاصباغ عن الملونات في عده اختلافات اساسيه. ايه الاختلافات اللي بين الصبغه وبين
الملونات. الصبغة بتكون شفافة وبتتغلغل في سطح الخشب، فيها درجات لونية، شروط الوسيط لازم يكون فيها وسيط غير الملونات. الملونات لا، ما فيهاش الكلام ده. ممكن الملونات تكون ما فيهاش شفافية، ممكن تكون معتمة وما بتتغلغلش جوه سطح الخشب، بتدي طبقة على سطح الخشب. الصبغات المستخدمة في صباغة الأخشاب لدهانها بالدهانات الشفافة زي إيه؟ في صبغات مائية وفي صبغات كحولية. من اسمها كده، صبغات مائية يعني الوسيط بتاعها أو الإذابة بتاعتها عن طريق المية، بتباع على هيئة مسحوق أو حبيبات صغيرة تذوب في المية الدافية. دي صبغات شفافة بتتأثر بالضوء وتمنها رخيص، ومنها صبغات حب وحصى الجوز والمهوجدي. دي الصبغات المائية من اسمها كده، صبغات مائية يبقى بتذوب في المية الإذابة بتاعتها عن طريق الماء الدافئ. طب الصبغات الكحولية بتذوب في الكحول، بتباع على هيئة مسحوق أو سائل مركز بتذوب في الكحولات. يبقى كده باين من اسمها، الصبغات المائية تذوب في الماء الدافئ والصبغات الكحولية بتذوب في الكحول، وهي صبغات شفافة سريعة الجفاف تنفذ داخل مسام الخشب ذات ألوان عديدة، منها صبغات الأنالين الشفافة. في صبغات كيميائية. طب الصبغات الكيميائية بتذوب في ايه؟ بتذوب في مواد كيميائية. دي بتباع على هيئة سوائل مركزة بتخفف بالماء الدافئ، وهي صبغات شفافة تحضر كيميائيا. يجب الحرص عند استخدامها مع مواد كيماوية، يبقى يجب الحرص عند استخدامها لأنها كاوية على الجلد، منها ألوان عديدة تصنع من مواد كيميائية زي إيه؟ زي نترات الفضة، برمنجانات البوتاسيوم، كبريتات الحديدوز والنشادر. دي الصبغات الكيميائية. يبقى احنا عندنا الصبغات هنا، صبغات مائية، صبغات كحولية، صبغات كيميائية. الصبغات المائية بتذوب في الماء، الصبغات الكحولية بتذوب في الكحولات، والصبغات الكيميائية بتذوب في المواد الكيميائية وبتحضر كيميائيا زي ايه؟ زي نترات فضة، برمنجانات بوتاسيوم، كبريتات حديدوز، وزي النشادر. في بعد كده الزيوت. انا عندي انواع زيوت كتير. الزيوت دي عبارة عن ايه؟ الزيوت دي مركبات كيميائية سائلة، في منها انواع كتيرة وعديدة. الزيوت بتجف ازاي؟ عن طريق امتصاص الاكسجين للجو، فبيحدث عملية اكسدة، بتتم عملية البلمرة. بعد الاكسدة تتم عملية بلمرة مكونة مادة صلبة تعرف باسم اللينوكسين. يبقى الزيوت مركبات كيميائية سائلة منها أنواع عديدة، تجف الزيوت عن طريق امتصاص الأكسجين فتحدث عملية الأكسدة ثم عملية البلمرة. مكونة مادة صلبة، بعد ما بتحصل البلمرة بتتكون مادة صلبة، المادة دي اسمها اللينوكسين. تتركب الزيوت من مجموعة من أحماض عضوية دهنية متحدة مع أحد الكحولات عديدة الهيدروكسيل زي الجليسرين. يعني هي ليها مكوناتها أو تركيبها من أحماض عضوية دهنية، دي بتتحد مع الكحولات زي إيه؟ زي كحولات العديدة الهيدروكسيل زي الجليسرين. نحصل على الزيوت من عدة مصادر مختلفة. إيه المصادر اللي بحصل على الزيوت منها؟ زي مصادر نباتية، مصادر حيوانية، مصادر معدنية، والزيوت النباتية التي تصلح لإعداد الورديشات الشفافة. الزيوت دي في منها زيوت جفوفة أو جفافة، وزيوت نصف جفوفة، وزيوت غير جفوفة. أنا عندي زيوت بتجف بسرعة، زيوت متوسطة أو نصف جفوفة، وفي زيوت غير جفوفة خالص. زي إيه الزيوت اللي عندي؟ زي زيت بذرة الكتان. زيت بذرة الكتان ده بستخلصه من بذور الكتان. ازاي؟ بيتم عمل عصر بذور الكتان في مكابس، بنعصر بذور الكتان في مكابس، بيتم الضغط عليها ضغط جامد قوي تنزل زيوت، نصفي منها الزيوت. يبقى بيستخلص عن طريق عصر بذور الكتان في مكابس تحت ضغط شديد، او عن طريق اضافة مذيبات. يبقى يا اما بعصرها في مكابس، يا اما بضيف لها مذيبات، ثم تفصل منها الشوائب عن طريق إضافة الصودا الكاوية. بفصل الشوائب من البذور دي إزاي؟ بدي بضيف لها صودا كاوية، ويتم تفتيح
لونه عن طريق الكربون النشط، ثم تحويله من زيت خام لزيت مستوي صالح للدهان. انا الاول حولته لزيت خام، المكابس دي ادتني زيت خام، بيتم تفتيح اللون عن طريق الكربون النشط، بنحوله من زيت خام لزيت مستوي. الزيت المستوي ده اللي هو الزيت الصالح للدهان عن طريق تسخينه، بنحوله لزيت مستوي ازاي؟ عن طريق تسخينه عند درجة 200 درجة مئوية. يبقى ايه تاني؟ بذور الكتان اللي هي بيتم استخلاصها ازاي؟ عن طريق كبسها في مكابس، بتبتدي يضغط عليها جامد المكابس، تعصرها تنزل منها الزيت، او عن طريق اذابتها بالايه، بالزيوت، اذابتها انا بضيف لها صودا كاويه، وبعد كده بديها عشان افتحها بضيف لها، بعملها عن طريق الكربون النشط. طب انا هحوله من زيت خام لزيت مستوي بان انا اسخنه عند درجه حراره 200 درجه مئويه. في تاني عندي زيت التانج الصيني اللي هو الخشب الصيني. زيت التانج الصيني ده بيستخلص عن طريق عصر بذور أشجار، بعصر بذور الأشجار اللي هي بتنمو في الصين واليابان. قشر دهانه مرنة وبيقاوم الرطوبة والأحماض والقلويات، بيكون سريع الجفاف. يبقى ايه زيت التانج الصيني ده؟ بستخلصه من عصر بذور او اشجار موجوده، فين الاشجار او البذور ديت؟ في الصين او في اليابان. قشره الدهان بتاعته بتبقى مرنه اللي هي بتاعه البذور ديت. الزيت دوت بيقاوم، اللي هو الخشب الصيني ده بيقاوم الرطوبه والاحماض والقلويات، وبيكون الزيت ده سريع الجفاف، ثمنه غالي، جودته عالية جدا، بيستخدم في إنتاج أقوى أقوى وأجود، يعني بنتج منه بطريقة أقوى وأجود. يبقى إيه الزيوت عندي؟ زي ما قلنا زيت التانج وزيت بذرة الكتان. إحنا عرفنا زيت بذرة الكتان بستخلصه إزاي، اللي هو في المكابس لحد ما بوصل لأن أنا يتعصر يوصل لي بالمكابس مع الضغط الجامد، أوصل لإيه الزيوت، نوع الزيت أو إيه كمية الزيت اللي هتجيلي، أو عن طريق إن أنا بعمل له إزامة في الصودا الكاوية. بعد كده بفتح لونه بان انا اضيفه، اعرضه للكربون النشط. بعد كده بحوله من الزيت الخام للزيت المستوي بان انا بسخنه عن طريق عند درجة حرارة 200 درجة مئوية. طيب ايه الزيت التاني؟ اللي هو زيت التانج الصيني اللي هو من اشجار التانج. زيت التانج الصيني اللي هو بجيبه من الخشب الصيني. خشب الصيني دوت اللي هو بنستخلص ازاي الزيت؟ من بذور واشجار موجوده، دي خشب الصيني ده موجود في الصين او في اليابان، ابتدي استخلص منه، اعصر البذور اللي هي بتاعت الاشجار دي واستخلص منها الزيت. الزيت ده بيتميز بان هو غالي الثمن، عالي الجوده، سريع الجفاف، بيقاوم الاحماض وبيقاوم الرطوبه وبيقاوم القلويات، بيستخدم ايه في انتاج، بيديني انتاج اقوى وانتاج اجود. دي انواع الزيت. طيب احنا ايه اخدنا ايه النهارده؟ النهارده اتكلمنا عن الاخشاب، اتكلمنا في الاخشاب على انواع الاخشاب اللي عندي. احنا عرفنا احنا عندنا اخشاب كتير، انواع اخشاب كتيره. خشب الابلكاش عرفنا خشب الابلكاش ده بيبقى من مصدره ايه، بستخدمه في ايه، مميزاته بتبقى خصائصه او خواصه. خشب البي تي اف برضو خصائصه ايه، مميزاته ايه، بستخلصه منين، بيبقى طبقة عبارة عن سدايب خشب او قطع خشب بحطها، وبيبقى فيه طبقة قشرة من فوق وقشرة من تحت في الخشب، وابتدي يتلزقوا في بعض ويتضغط عليه جامد لحد ما ايه يديني سمك الخشب البي دي اف. الخشب اللي هو ده الكونتر، سوري، سمك الخشب الكونتر البي دي اف ده عبارة عن بعمل مفروم الخشب واضيف عليه مادة راتنجية لاصقة، ده برضو بكبسه طريقة معينة، اوصل برضو لسموك مختلفة. السمك بيختلف ما بين السمك القليل سمك اكتر. طيب ايه تاني؟ في خشب الموسكي. خشب الموسكي قلنا خشب الموسكي دوت سعره رخيص، بنستعمله في الايه، في الابواب، في الشبابيك.
خشب الزيت ده بيستعمل في الأساس، خشب الزيت ده خشب عالي الجودة، خشب غالي جدا، بيستعمل في مصر كتير، بيستخدم في الأساس، بيكون تقيل، بيكون متين جدا، بيتحمل الرطوبة، بيتحمل العوامل الجوية، بيتحمل الصدمات. في عندي خشب تاني، خشب العزيزي، في الخشب العزيزي، في خشب القرو، خشب القرو برضو من الخشب الغالي زي خشب الزان كده، برضو بيتحمل الصدمات وغالي الثمن وعالي الجودة، بيبقى تقيل برضو. في خشب البي دي اف زي ما قلنا، وخشب الابلكاش، وخشب البوسكي، انواع الاخشاب كتيره جدا. طيب ايه تاني غير الاخشاب؟ في عندنا الخامات، احنا اتكلمنا عن الخامات، اتكلمنا عن الملونات، الاكاسيد، احنا بنستخلص الاكاسيد دي ازاي؟ اللي هي بتبقى عن كتل، عباره عن كتل صخريه، بنطحنها، بننقعها في ميه، بنشيل منها الشوائب، بعد كده نطحنها ونصفيها بالمنخل، نوصل لدرجه درجة النعومة، متوسط النعومة. طب السبداج بعمله ازاي؟ برضو بيبقى عبارة عن كتل صخرية، برضو ابتدي برضو انقعه عشان اشيل منه الشوائب، وبعد كده بعد ما اطحنه، بعد ما خلصت شلت الشوائب، اطلعه يجف، بعد ما جف اطحنه وادخله بالمنخل واوصل لدرجة نعومة معينة. الغيرة، ده الغيرة عندي عبارة عن جلود او عظام الحيوانات، برضو بعمل، بس ببتدي اعملها بمعالجة معينة لحد ما اوصل لان اعمل الغراء اللي هو بيجي في السوق على شكل الواح، او غراء الحمص، او حبيبات الغرة، او الالواح، او الغرة السائلة. احنا بكده ايه اتكلمنا عن كل انواع الخامات، المعدات، انواع الخشب. فيها ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن طرق تطبيق الملونات على الملونات الشفافة، اذا الورنيشية الشفافة على الاخشاب. القاكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.